ليوناردو دي كابريو طبعا شخصية معروفة جدا جدا جدا، ظهر في أفلام كتير كان أشهرهم فيلم تايتانيك. فيلم تايتانيك من الأفلام اللي ممكن أنت أو أنتي شفت الفيلم ده كذا مرة، لدرجة أن أنا كان في واحد ليا صديق قال أنا دخلت فيلم تايتانيك في السينما 7 مرات. 7 مرات كده مش كده. والغريبة أن في ليوناردو دي كابريو في حاجة مش طبيعية بتحصل في التمثيل بتاعه. في الأفلام اللي ما فيهاش مشاعر، يعني هو طالع كده شخصية قوية بيعرف يمثل الدور ده كويس قوي، وفي الأفلام اللي فيها عاطفة وحب ورومانسية زي تايتانيك بتلاقيه برضو بيعرف يعمل الدور ده كويس قوي. طب يا رب إيه الشخصية اللي ممكن تكون بالكوكتيل ده؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة عن طريق علم الفراسة. لو انت اول مرة تفرج عليا، انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل شخصيات عن طريق علم اسمه علم الفراسة، وهو انك تقدر تحلل شخصية اي بني ادم من الملامح بتاعة الوجه. فلو مهتم تتفرج على او تعرف معايا شخصية ليوناردو دي كابريو عاملة ازاي، تابع معايا الفيديو ده لغاية النهاية. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش لايكاتك المتينة، متنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وطبعا متنساش ان انت تصلي على النبي. ويلا بينا. مبدئيا كده الوجه اللي قدامي ده يعتبر الوجه المربع، طبعا واضح جدا عرض الجبهة عريض جدا بالنسبة لطول الوجه. احنا اتفقنا ان انا بلغي الجبهة من الموضوع، يعني انا قدام شخصية خالية من المشاعر، شخصية حازمة في قراراتها، حاسم جدا برضو في قراراته، يعني الحزم والحسم، شخص بيتحمل المسؤولية بقوة، عنده فكرة الإنجاز، يحب دايما ينجز، يعني لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ولكن في نقطة هنا مهمة جدا، لو انت بصيت على الجزء اللي تحت ده هتلاقي الدقن دي واخدة شكل مدور. إذن الشخصية اللي قدامي كتحليل الجزء اللي ليه علاقة بالمشاعر، الشخص ده خالي من المشاعر، ولكن في تصرفاته لا. الجزء ده اللي هو تبع الوجه الدائري، يعني الشخص ده في تصرفاته مع الناس، في حركته مع الناس هو عاطفي جدا، لكن المشاعر بتاعته كمشاعر تجاه الناس مفيش، يعني هيتعامل معاك بعاطفة بس هو من جواه مفيش عاطفة. الملمحين دول لوحديهم ينفع ان انا اقول منهم ان الشخص اللي قدامي مضلل، وفعلا انا لو بصيت على العين في علامة التضليل واضحة جدا. طبعا مش هفكركم تقدر ان انت تنتسب في اي وقت في القناة عن طريق كلمة جوين او انتساب لو انت عامل اليوتيوب بالعربي، وفي الحالة دي تقدر تتفرج على فيديوهات حصرية، وتقدر ان انت تاخد كورسات مجانية. الكورسات دي بتكون صغيرة شوية، لكن لو انت حابب ان انت تاخد كورس كامل في الفراسة هتلاقي رقم الواتساب موجود تحت في صندوق الوصف. لو بصيت على العين هلاقي ان العين واخده خط مستقيم، انه ده من الناس بيعرف يخطط كويس قوي، وعنده القدره ان لو اتعامل معاك يكون لوحده هو كسبان، او على الاقل دي اهم اهتماماته، هو مش فارقه معاه انت تكسب ولا لا، انت وشطارتك. برضو من ضمن الحاجات اللي عنده ان الفم بتاعه يعتبر فم صغير مش عريض، اذا الشخص ده بيعرف يتكلم كويس قوي، يعرف يثبت كويس قوي، عنده القدرة ان هو لما يجي يتكلم بيفكر بعقله اكتر من ما يتكلم بقلبه. برضو الخطوط اللي موجودة تحت العين الكتير دي بتدل على ان الشخص ده عنده القدرة على انتقاء الكلمات بشكل صحيح. طبعا برضو جزئية التنافسية موجودة في الشخص ده، الوجه مايل لبره، فبالتالي الشخص ده تنافسي جدا، ممكن يعمل اي حاجة علشان يكون هو اللي ظاهر. وبرضو الوجه المربع من الصفات اللي عنده ان هو بيحب المدح، ولكن يحب المدح بشكل صحيح، يعني ما ينفعش تمدحه وخلاص لان النتيجة هتكون غير مرضية بالنسبة لك، هيقولك ها هات من الاخر عايز ايه غير الوجوه الطويلة. لكن الشخص ده هو بيحب المدح بس مش هيوافق على المدح ده غير لما يكون هو عارف انه عمل حاجة ناجحة، فعشان كده هو بيمدح بسببها. طبعا الشعر البني اتكلمنا فيه كتير جدا، النوع ده من الناس بيفكر بطريقة مختلفة عن الناس، او ينفع تقول عليه غريب الاطوار في تصرفاته. العين بقى بتاعته، العين بتاعته تحليلية وبتدل على الدكتاتورية، فالشخصية اللي قدامي شخص دكتاتوري حرفيا، وشخص تحليلي جدا لان الجفن غير ظاهر، شخص تحليلي، شخص استفساري، شخص بيسأل كتير، ينفع تقول عليه شخص شكاك رغم ان الانف بتاعه
مش نازله اللي هي بتدل على الانف الشكاكه، والشخص اللي قدامي من النوع اللي بيركز على المشاكل لان العين بتاعته تعتبر قريبه من بعض، بيركز على المشاكل. بمعنى ايه؟ لو في مشكله حصلت لا ما يعديهاش، لو المشكله دي عليا لا هاخد حقي تالت ومتلت، ولو المشكلة دي ينفع استفاد منها هيستفاد منها لأنه هياخد منها تفاصيل كتير. بس الشخصية اللي قدامي تعتبر شخصية مترددة لأن الودن هنا حجمها أصغر من الودن هنا في الصورة اللي قدامي، فبالتالي الشخص اللي قدامي ينفع أقول عليه متردد شوية، وده المفروض إن أنا ألاقي الحواجب داخلة في المنطقة دي اللي هي بتدل على جلد الذات. دايما الحواجب لما تكون نازلة هنا بتدل على جلد الذات. طيب الحواجب اللي قدامي ما فيش الكلام ده، انا اعتقد بسبب الصورة اللي قدامي دي هو متصور ببدلة، فتقريبا متصور على الريد كاربت ولا حاجة زي كده، فاكيد لسه راجع من عند الحلاق حالا يعني، فبالتالي هتلاقي الحلاق انا اعتقد ان هو شلوا الحواجب اللي هي في المنطقة دي، لان شخص بيتحمل المسؤولية بالمنظر ده لما يكون متردد فده سبب ان هو ممكن يعمل افعال هو شايف ان نتيجتها غلط، فعلشان كده ينفع يكون عنده حتة جلد الذات. النقطة التانية المهمة، لو بصيت هنا هتلاقي الخطين دول بيدلوا على ان الشخص ده دقيق جدا في عمله، شخص بيهتم جدا بالتفاصيل، ودي قلناها من ملامح كتير في الوجه. الحواجب مرفوعة شوية لفوق مش بنسبة عالية، فالنوع ده من الناس جريء وشجاع، كده كده الوجه المربع اصلا ثقته في نفسه عالية، هو شخصية قيادية بطبيعة الحال، ولكن الحاجب هنا هتلاقي فيه دوران، الدوران ده بيدل على ان النوع ده من الناس عنده التعبير الدرامي عالي، يعني الشخصية اللي قدامي لغة الجسد عندها قوية جدا، يعرف يوضح لك او يوصل لك الفكرة اللي هو عايز يقولها حتى من غير ما يتكلم. وخلي بالك العين دي لو قابلتها في حياتك لما تيجي تتفق مع الشخص ده على حاجة يستحسن ان الشخص ده تكتبوا الاتفاق اللي حصل بينكم، لانه ينفع جدا انه ما يلتزمش باللي اتفق معاك عليه. اخر حاجة هتكلم فيها شكل الشعر، ده بيدل على ان الشخصية دي شخصية متمردة، يعني متطلع دايما للافضل وعنده ابداع عالي جدا جدا جدا، وده طبعا واضح في تمثيله. يعني في نقطة هنا مهمة، لو خدنا خط كده من الأنف هتلاقي الودان هنا نازلة لكن في الناحية التانية تقريبا لا، يعني شايف هنا الأذن نازلة حاجة بسيطة إنما هنا نازلة أكبر. في النهاية هي دي معناها إيه؟ أنا طبعا لما باجي بحل وجه المفروض إن أنا بقسم الناحية الشمال، أو عندي ناحية اليمين اللي هي بتدل على الناحية العملية والناحية الشمال اللي هي بتدل على الناحية العاطفية. الناحية اليمين في الشخصية اللي قدام اللي هي الناحية العملية هو بيحب دايما يقوم بالأشياء على أكمل وجه، ودايما العلامة دي في الشخصيات القوية بتخلي النوعية دي من الناس بتعرف تعمل الحاجة بشكل مثالي قوي قوي قوي، وأعتقد ده واضح جدا في طريقة التمثيل والأفلام بتاعته. بس كمعلومة مهمة، لو الوجه اللي قدامي معكوس فالمفروض ان الشخص ده بيخاف من مراته، أنا أخدت بالي منها دلوقتي وأنا بمنتج الفيديو. وسؤال فيديو النهاردة، الخطوط اللي في الجبهة دي معناها ايه؟ اكتب لي تحت في التعليقات لو تعرف. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس لو عجبك الفيديو ياريت بقى ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس. وفي اخر الفيديو نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وطبعا ما تنساش ان انت تتابعني على القناة التانية اللي هي بتاعت الشورتس، هتلاقي فيها شغل حلو قوي ان شاء الله. السلام عليكم.